السلام عليكم الاخوان جميعا، معكم عبد العالي بيع الاجهزه من رشطه مصلحتي. درت واحد الفيديو في اليوتيوب وجاب مشاهده وكومونتا والناس راني محيتو على حقاش. عندي شي حوايج في اليوتيوب ما تقبلش ليا، وخا طلع عندكم ولكن لقيت واحد لي غير وانا نحيدو سبريميتو. بغيت نعاودو مسبرو لي ستريكر. ها هي راه جات، ها هي زاد 19 بياسه تقريبا. الناس اللي عيطوا ليا والناس اللي بغاو سلعه تقريبا السلعه كلها تبعت، ولكن راه ما شادش انايا عربون. اللي جا عندي المحل ولا خلص راه ولي بغا يدي الجهاز ديالو، باش نكونوا واضحين. فهمتوا الاخوان؟ رولي ستريكر ها هي اوريجينالمون بلغاريا اللي تجي. هو باقي السكوتش ديال ديتك، هاو ديتك ديال الشركه. كلشي كلشي مسدود، ها انتم كلشي مسدود. هو هادشي اللي كان الاخوان. وجبت واحد الجهاز اللي هو الاو دي اس بلس 2 برو باك، يعني اول واحد في المغرب كيجيبو. انا كنجبدو ديك النهار تصورت فيديو، كاين اللي ما تفرجش في الفيديو ديالي حيت درت اللايف كيضرب واحد 20 يوم ولا 30 يوم كيفتح حراسو. دابا عاد ولي تنصور فيديوهات. راه كنجبد الاو دي اس بجوج ديسك، بديسك واحد، ودابا حاليا جبدها بجوج ديسك. هاي اول مره في المغرب الاو دي اس بلس 2 بجوج ديسك. هاي بلس 2 البرو باك هذا، ها هي ناضيه اوريجينال من الشركه حجرات لوتيوم. حجرات لوتيوم واحد الماركة رفيعة اللي هي فارطا، ولكن دوك الموديلات يعني الموديلات الاخرين في الفارطا. عادي نحاول نشوفوكم دابا يبان لكم. ها هما شتيهم مع الشعر ديال ها هما. عرفتي اليوم مع الظلام الظلام هاز الفيديو. ها هما شتيهم فارطا جوج ديسك، واحد ديال العنق واحد ديال اللي بغيت تخدمو الرانات وداكشي خفيف ظريف زوين. ها هما جوج ديسك. الثمن ديالها الاخر كانت تنبيعها بديسك واحد ب 11000 درهم، دابا اخر ثمن الاخر ديالها ب 11500 درهم. وهاد الديسك هذا راه ما غاديش تجيبو ب 500 درهم، هذا راه ماشي ديال 500 درهم. هذا الديسك صغيور راه حلو، صغيور زوين شي قداش. هذا الديسك لا برا غير صغيور. هذا بالنسبة لدوك الرانات حتى هو مخبيزتو قلت لك شوف رجليها تقريبا وريقاتها اصليين ومسائل. رولي ستريك راه هي بالتبصير 54 جات. المهم كاينين بياسات في الاو دي اس راه كاينه اللهم بارك، اش منها راه كاينه تما شي 19 البياسة ولا 18. كاين رولي ستريك 17 البياسة شي مبيوع شي باقي شي. المهم اللي عطا خلص وجد ديالو الله يسخر له هادشي اللي كاين. عندي شي دراري معايا انا باش نصور شي تنضرق يديا. ديسك ها هما ديسك كبير الكبار. ها اللي كنقولو ديسك كبير كنقولو 54، ديسك كبير 54 هاهو. ديسك كبير 54 هاهو شتيه 54 كبير. المحل ها المحل عبد العالي بيع الاجهزة ها هو مراكش طاب صلحت. تجي عندي اخويا كتاخذ رولي ستريكر كنجرب ليك كنعطيك المعلومات اللي هي مهمه في الميدان، المهمات اللي مهمه في الميدان. كنجرب ليك بالذهب، الذهب القديم. الذهب القديم هذا راه ما كاينش شي واحد، ها هو ديال الموحدين. هذا ذهب قديم، شوف غير اللون ديالو كي داير. شوف عمرك شفت هذا اللون؟ شوف هذا الذهب ديالنا، هذا ديال دابا. شوف اللون تاعو، شوف اختلاف اللون. هذا 24 وهذاك 18 فهمتيني. وكيتبج غير حيت ما فيهش شاجر اللي بغيتو توقفو، كيتبجع دغيا. كنجرب ليك الجهاز بهاد الذهب القديم، يعني انا مخلي هاد جوج بيسات على قبل هذاك كذلك. نجرب ليك في الصينية بالسنتيم، راه هو السنتيم كبير راه هو هادشي اللي كاين. العمق اللي كنقول لك يضربو الجهاز هو اللي غادي يضرب ليك الجهاز، هو كيطلعتك كيفاش المسائل، يعني باش ما كانت الحاجة كبيرة باش ما كيتزاد العمق، وباش ما كان نوع المعدن يعني قديم باش ما كيشدو الجهاز مزيان. وهادشي كنقول لك بين تبت ليك نجي ليك تبت ليك الثبات. الثبات بحال دابا هكا، دابا هادي هادي قديمة ديال يعني ناس القدام، هادي تجبدات هادي شتيها. هاد البياسة شوفو قداش قد هكا. أنا نوريكم واحد البياسة أخرى اللي هي ديالتنا هادي، ونوريكم العجب في هادشي. شتي هادي دابا هادي قداش وهادي قداش. هادي أي ماكينة كنديرها فيها العبار اللي كتشد فيها الماكينة كتشدو قد هادي قد هادي. مثلا هادي كتشد 70 سنتيم في الماكينة، تا هادي كتشد 70 سنتيم. هادي كتشد مثلا في الريستريكر مترو، تا هادي كتشد الريستريكر مترو. فهمتي اش بغيت نوصل ليك؟ ولكن هذا معدن جديد، شوف الحجم ديالو كي كبير وهذا غير صغير، ولكن هذا معدن قديم تيعطي العمق مزيان،
يعني تنشرح لك يعني الا كان شي ذهب ولا نقره كيعطي الجهاز العمق ديالو مزيان، فهمتي؟ بغيت نوصل لكم هادشي حتى تجيو عندي اخويا باش نشرح لكم هادشي كثير كثير كثير. ايوا هذا ما كان الاخوان الوريقات اصليين بالكاشني ديالي بسميتي عبد العالي البهلاوي بنمره التليفون والسلعه داخله في سميتي وكل شيء في سميتي، تشوف كل شيء بعينك ما كنهضرش انا بالفم. نقول لك عندي اوراق دوريجين جاي عندي تلقى اوراق اخرى تلقى اوراق اصليين اوريجينال بكل شيء، وجيب معك شي قاري ولا ما قاريش جي ونورو عطيك الادله باش دخلت السلعه وكاع داكشي كامل باش جات السلعه من برا. هو هذا المكان هادشي اللي كان الاخوان الاد اسرائيليه. لا لا البرانش هادو بيك البحر الطاسه نازل هو من تمو بيك البحر الطاسه على الدور يا الدراري على غير بحال الرسول والله. هادي الاد اس هي شفتها الاد اس دو برو هاهي الاد اس بلس دو برو جوج ديسك جوج ديسك وشارجور حجرات كلشي وثائق كلشي كاين اللهم يسير الجميع. كان معكم عبد العالي بيه الاجهزه مراكش طاب صلوح، تحيه لكم.